الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام هذا الشهر الكريم وقيامه، وأن يعيننا أيضا على استكمال ما بدأنا به من أعمال وعلوم في هذا الشهر المبارك. بالطبع نحن لا نتوقف، لأن ما نقوم به هو عمل قربة لله سبحانه وتعالى، ولذلك إن كان خففنا قليلا في الوقت باعتبار أن المحاضرتين كانت 4 ساعات والآن خليناهم 3 ساعات فقط، من باب يعني تسهيل الأمور خاصة على الأساتذة في جهدهم الذي طبعا في هذا الوقت يعني ربما يكون شاق عليهم. وكما تعرفون نحن إن شاء الله مستمرون إلى تقريبا آخر أسبوع في رمضان، نتوقف إلى نهاية العيد، ثم إن شاء الله مرة أخرى نرجع تقريبا لمدة لا تزيد عن أسبوعين، يكون مباشرة بعد الاختبار النهائي لهذا الفصل. ولذلك يفضل يعني في هذا الوقت أنكم لا تتأخروا في يعني المراجعات والمذاكرات حتى لا تتراكم عليكم المواد. إن شاء الله في كل خلال الأسبوعين المقبلين ستكون في كل مادة من المواد اختبار المنتصف الذي ربما تأخرنا قليلا فيه، وهو كما تعرفون اختيار متعدد، يكون في آخر نصف ساعة من الوقت، وهو لا يأخذ إلا يعني مجرد اختيارات حتى تثبت بذلك الدرجات المطلوبة أو المرصودة لمثل هذا الاختبار. وتعرفون طبعا أن الدرجة مقسمة على 100 درجة، 50% منهم على الامتحان نهاية الفصل، و30 على النشاط، 20 على النشاط والتفاعل والإجابة على الأسئلة التي يسألها الأساتذة أو يطلبونها، و10 على هذا الامتحان الذي ذكرته الآن، وأصبحوا دول 30 و20 أيضا درجة للحضور في أثناء البث والتفاعل بالطبع. طبعا نحن يعني دائما نوصيكم بالتفاعل، نوصيكم بالتساؤل، نوصيكم بأن يعني بدون أن نطلب منكم أنتم أيضا تستجيبون. يعني اليوم سنتكلم عن التحقيق الصحفي، أتمنى أن أجد لاحقا وبدون أن أطلب يعني من يأتي لي بتحقيق قام هو به ويستوعب فيه الأركان التي سنذكرها في موضوع التحقيق. هذا يعني هذه بعض التنبيهات أردت أن أبدأ بها في هذه المحاضرة، ودعنا الآن نتكلم عن هذا الموضوع المهم، وهو موضوع فن التحقيق الصحفي. طبعا مر بنا عندما كنا نتكلم عن الخبر كمادة أولية تماما في علم الصحافة باعتبارها وصفا لأحداث جرت بإجابة الأسئلة المعتادة: ماذا حدث وأين حدث ومتى حدث وكيف حدث. يعني تصف هذا العمل، ثم إذا أحيانا تقول إذا كانت الأمور واضحة نقول لماذا حدث، أو قد نلجأ إلى تفسير الخبر. يبقى احنا الدرجة الثانية بعد ان نصف الخبر، ان بعد نذكر الخبر وبالوصف المعتاد، ثم ننتقل الى مرحلة تسمى تفسير الخبر، وهي ان نذكر شيئا من المعلومات فقط، ما زلنا في اطار المعلومات. انتبه لهذا، الخبر هو معلومات وتفسير الخبر معلومات. اذا انتقلنا الى ما هو اعلى من ذلك اصبح ندخل الى مجال الرأي مع الخبر ومع معلومات الخبر، فقد يكون إجابة لماذا في حوار، قد يكون إجابة لماذا في تقرير، قد يكون إجابة لماذا أيضا في تفسير الخبر،
لأننا قد نأتي بشيء من معلومات أخرى نضيفها إلى الموضوع فيفسر الخبر بسبب ذلك. حدثت مشكلة مثلا بين دولتين على حدود معينة، طيب هذا هو الخبر، المشكلة أو الحرب أو أي شيء من هذا. فلما أحضر أنا المعلومة أن هذا مثلا من عام كذا، أو حدث هذا بعد حرب معينة أو بعد شيء معين، المهم معلومة أخرى أضيفت فسرت هذا الحادث الحالي، أو مثلا أن هذا كان عقب تهديدات، عقب مناورات، أي شيء آخر فسر لي هذا. لكن عندما أصل بالأمر إلى زاوية معينة أخذها لأتكلم عن هذه المعلومات في جزء من الاتكاء الأساسي على المعلومة، لكن سأعرج قليلا على الفكر وعلى التحليل، أصبح هذا تقريرا لأني أخذت منه زاوية وليس كل الزوايا. طيب إذا بقى أخذنا كل الزوايا تقريبا، أصبح هنا هو التحقيق. إذا أخذنا زوايا متنوعة للموضوع وارتباطات وأحوال متنوعة، أصبح ذلك هو الأصل فيه، هو التحقيق. إن كان سنجد أن في التحقيق أيضا شيء من التفاصيل في الأصناف سنذكرها أثناء سياقنا لهذا الكلام، لهذا الموضوع. وعلى العموم زي ما اتفقنا، تبدأ اللبنة الأساسية بالخبر، ثم ربما يزاد عليها شيء من المعلومات فيصبح هذا تفسيرا للخبر، ثم إذا أخذنا زاوية من الزوايا أصبح ذلك تقريرا، ثم إذا أحطنا بزوايا كثيرة أصبح ذلك تحقيقا. قد يكون اتكاء الموضوع على الرأي وليس على الخبر. إذا كان الاتكاء على الرأي فأنت أمام طريقين، إما أن يكون ذلك عن طريق المقال أو عن طريق الحوار. يبقى اتكاء الحوار والمقال على الرأي بشكل أساسي، حتى ولو كان هناك تفاصيل معينة، حتى لو كانت المقالة في الأصل مقالة علمية لا بأس، لكنها في النهاية صياغة شخص ما، رأي شخص ما، توجيه شخص ما. أما هذه المجموعة الأخرى المتعلقة بالخبر فهي مجموعة أساسها المعلومات وأساسها تدور حول الخبر وليس حول الرأي، مفهوم؟ نتكلم إذن ونشرع في موضوعنا، موضوع فن التحقيق الصحفي. هذا له طبعا كما هو أي تعريف، بيبدأ بالتعريف اللغوي، أو يعني بعد ذلك ينطلق من التعريف باللغة إلى الانطلاق المصطلحي يعني. فالتحقيق لغة من حقق يعني تبين، تيقن، البيان أكثر. إذن أشرح الموضوع عشان يكون بائنا بشكل أكثر أو واضحا بشكل أعمق، وهكذا. يرى كل من دكتور محمود عالم الدين وليلى عبد المجيد، وهما بالمناسبة زوجان يعني دائما يخرجان الأعمال المشتركة، أو معنى آخر يعني الدكتورة ليلى مش سايب الراجل ينفرد يعني. المهم أن التحقيق قال أن التحقيق الصحفي هو تحر ودراسة وبحث حول قضية معينة. إذن دراسة موضوع تفصيلي أكثر، موضوع بحثي. ولذلك يمكنك إذا أردت أن تشبه التقرير التحقيق كأنه دراسة، كأنه بحث أنت تقوم به، لكن الفرق بينه وبين البحث برضو سيظل كالتالي، أن هذا التحقيق ينطلق من الخبر، بينما البحث ينطلق من خطة البحث والأصل فيها رأي الباحث، سيكون رأي الباحث حاضرا في هذا. طب ما أنت يمكن فعلا في التحقيق أن تبين رأيك، نعم، لكن كما ذكرنا أن الانطلاقة الأساسية من المعلومات المتعلقة بالأخبار وما يشبه ذلك. طيب ما يعني احنا بنتحرى عن ايه هنا؟ بنتحرى اما عن قضية معينة او ظاهرة او فكرة تشغل اهتمام الجماهير في وقت معين. يبقى مش بس الخبر هنا يمكن ان يكون معلومة متعلقة بحدث ما، لكن قد يكون قضية، لكن برضو نتكئ فيها على المعلومات.
قد يكون ظاهرة، حتى ظاهرة طبيعية، احنا بنعمل تحقيق حول هذه الظاهرة، مفهوم؟ ظاهرة مجتمعية جديدة، شيء جديد تم، أحداث تمت في علاقات الأسرة ببعضها البعض، مع تطورات مثلا الاقتصادية، مع تطورات الاجتماعية وهكذا، في ظاهرة أو فكرة تشغل اهتمام الجماهير، انتخابات، أحداث معينة إلى غير ذلك، تدور حولها سلسلة من التساؤلات والاستفهامات. يعني لو كان سؤال بس ممكن تحله في تقرير، عفوا، في تقرير، أو إن أنت تفسير خبر، لأن إجابة سؤال بتفسير للخبر، لكن إذا الموضوع أصبح عدة تساؤلات هنا نحتاج إلى التحقيق. إذا تدور سلسلة من التساؤلات والاستفهامات التي تحتاج إلى إجابة، وكذلك بعض المشكلات، يعني مشكلة معينة، مشكلة التسرب الدراسي، مشكلة نقص المياه، أي مشكلة، هذه مشكلة، يبقى احنا ممكن تكون قضية، ممكن تكون ظاهرة، ممكن تكون فكرة، ممكن تكون مشكلة، وكلها تحتاج إلى حلول، بحيث نستعين بمصادر متنوعة مختلفة متصلة، سواء كانت حية أو غير حية، ونجري سلسلة من اللقاءات والبحث في الوثائق والتقارير والملفات، وذلك كله سعيا وراء الوصول في النهاية إلى حلول أو إجابات له. يعني كما هو دائما البحث، البحث العلمي قدر المستطاع يفترض افتراضات ويختبر صحة هذه الافتراضات، ليس بهذه هذا التوسع بالمناسبة. النهاية في النهاية التحقيق الصحفي هو شيء، يعني وإن كان هو يعني دائما يكتب في المجلات، لكن ما زال هو أيضا صحفيا، لكن ومع ذلك فالصحافة أو حتى المجلة لها حدود، يعني في الكلمات، في 2000 كلمة، 3000 كلمة، لا تزيد، يعني لأنه الأمر ليس كالبحث تستطرد استطرادات واسعة بحيث يعني تستوفي ما تريد من البحث. فلذلك في النهاية يختلف التحقيق عن البحث العلمي في جزئية منها، هي هذه الجزئية، أنه محدود الحجم مقارنة بالبحث. وهناك ذكرنا اتكاء البحث على رأي الباحث و يعني جمعه للمعلومات التي تؤيد رأيه، أو حتى يضع فروضا صفرية ثم يختبر بين الفروض إيجابية أو سلبية حتى يصل إلى قناعة معينة ينشرها في بحثه. أما هنا التحقيق فهو يعني يحاول أن يكشف الأمر على حقيقته وينتصر، حتى إن انتصر إلى شيء ما، وفي أخسر أوضاع ممكنة لا تستطرد كاستطرادات البحوث. التحقيق هو عمل هدفه الأساسي الكشف عن نواحي القصور وسوء الإدارة، ومهمته هي مهمة قابلية كاشفة عن أي خلل فني، هي مهمة كاشفة عن أي خلل فني أو مهني أو وظيفي. يعني المهمة هنا يجب علينا أن يعني اللي هي إيه التحقيق، إحنا بنعمل ليه تحقيق، زي ما بنقول التحقيق حتى الجنائي مثلا، التحقيق الجنائي هدفه أن يكشف عن الدوافع والكوامن والوصول إلى مثلا الجناة. وهنا نسبيا يعني التحقيق الصحفي قدر المستطاع، هو يمكن جزء سنرى فيما بعد عندما نتكلم عن التحقيق الاستقصائي أن في جزء منه فعلا أقرب لجزء التحقيق الجنائي، لأنه يرى مثلا مشكلة معينة أو ظاهرة معينة أو مش يعني قضية معينة يعني يظل يبحث فيها وهي غامضة، فيبحث فيها ويجلي فيها، وربما يلجأ إلى طرق أخرى غير الطرق المعتادة للصحافة حتى يصل للقارئ أو للمتابع إلى قناعة معينة، أو يجلي تلك الحقائق بشكل واضح. قد يكون هناك عمليات اختلاس، عمليات سرية، عمليات كذا، هو أيضا يستجلي بطرقه الخاصة الحقيقة حتى يصل بها إلى بر الحقيقة، ويعني يوجدها
على أرض الصحيفة التي هو يعمل فيها، وهذا طبعا أكيد مكسب كبير. إذا دائما بالعمل الإعلامي قدرنا نخرج إلى إطار الإفادة والتأثير في المجتمع، وأن نكون لاعبين أساسيين في هذا المجتمع. وكما تعرفون دائما أننا قلنا أن ما هي السلطة الرابعة باعتبار سلطة التأثير، فإذا اكتسبت يعني فكرة التأثير هنا فكرة أيضا الفاعلية، يعني إذا استطعنا أن نكشف عن قضايا معينة غامضة لكنها مفيدة للمجتمع ككل في أي شيء ما، حتى ولو في يعني مجال كشف الفساد والفسدة والمظالم التي تحدث أو أي شيء مشابه، يعني هذا أكيد سيكون إضافة أخرى في هذا الموضوع. بالطبع هذا التحقيق ليس متاحا دائما، يعني سواء التحقيق العادي أو التحقيق الاستقصائي ليس دائما متاحا، لأن يبذل فيه جهود وتضيع فيه أوقات وتنفق فيه أموال. فلذلك يعني تجد أن أعداد التحقيقات قليلة في الصحف وربما أكثر قليلا في المجلات. وبالمناسبة التحقيق هنا قد يكون تحقيقا مرئيا وقد يكون تحقيقا صحفيا، والتحقيق المرئي هو أقرب إلى ما نسميه الفيلم الوثائقي، يعني هو أكثر شيء التصاقا به الفيلم الوثائقي في هذا الأمر، أو حتى ولو كان وثائقيا قليل الزمن لكنه في النهاية أقرب إلى آليات الفيلم الوثائقي. ونحن تكلمنا في المرة الماضية عن التقرير المرئي، وما ذكرناه في أسس وأحوال التقرير المرئي هي نفسها، لكن بتختلف عن المضمون الموجود هنا وهناك، والوقت أيضا، الوقت الذي هو في التحقيق في التقرير المرئي هو ما يصلح أن يبث في الأخبار مثلا دقائق ليس إلا، يعني بينما التحقيق سينطلق بي إلى عالم الأفلام الوثائقية، وهذا يأخذ وقتا أطول. إذا التحقيق الصحفي هو أحد وسائل الجريدة أو المجلة في جذب القراء من خلال مناقشة قضية مهمة متعددة الجوانب والوجوه، يعني اللي بيخلينا ندخل إلى هذا التحقيق أنها القضية هذه لها جوانب متنوعة، لها أوجه مختلفة، قد يكون لها تأثيرات بيئية، تأثيرات اقتصادية مثلا، يعني حاجتين دول، قد يكون لها تأثيرات سياسية في داخليا أو خارجيا أصبح شيء برضو آخر. قد تكون هذه مثلا المشكلة يعني مثلا انطلاقا من التاريخ مستمر، أو يعني إضافات جديدة على شيء تاريخي كان قائما فتحتاج إلى العودة إلى التاريخ ثم إلى الوضع الحالي، وقد يكون ذلك له انعكاسات أيضا مستقبلية. كل هذا قائم في التحقيق. إذا يقوم التحقيق على الغوص في أو تشريح خبر أو مشكلة أو قضية، خبر، مشكلة، قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه، ثم يقوم بجمع المادة، مادة الموضوع. إذا لما بنشوف الموضوع يحتاج إلى، لأن عدة أوجه متنوعة فيه ويحتاج إلى تفصيل أكثر، نلجأ إلى قضية التحقيق. يقوم بجمع المادة، مادة الموضوع، وهذا يتضمن البيانات والمعلومات والآراء أيضا المتعلقة به. إذا إحنا قلنا دايما اتكاء الأخبار على المعلومات، هنا المعلومات أساسية. إذا هنتكلم عن آراء ده يبقى له وضع آخر، قد يكون ده في الحوار أقرب أو أليق بالحوار، لكن إذا كنا في الأصل نتكئ على البيانات والمعلومات فهنا يأتي التحقيق، حتى ولو جئنا بالآراء متضمنة داخل ذلك التحقيق. بعد ما بيجمع هذه المادة يزاوج ويؤلف بين هذه المعلومات ليصل إلى ما يراه يعني صالحا لعلاج المشكلة أو القضية أو الفكرة التي يطرحها. إذا التحقيق الصحفي فن يقوم على التفسير الاجتماعي للأحداث، وهو كفن يشتمل على بقية الفنون الصحفية الأخرى
كالخبر والحديث والرأي، وقد يلجأ أيضا للاستفتاء بالإضافة للبحث، ويستخدم الصور والرسوم والتوضيحات. احنا بنقول الفن دايما كلمة فن تختلف عن مجرد العلم. العلم طبعا له قواعده الصارمة، بينما هذه الأمور التي نطلق عليها فن، نقول فن التحقيق، فن المقالة، فن الحوار، أي شيء من ذلك، حينما يدخل الجزء الإبداعي في الموضوع في طريقة التناول وفي طريقة الترتيب وما يشبه ذلك، وهذا أيضا جزء يختلف عن البحث العلمي. البحث العلمي لا يمكن أن نطلق عليه فن، لا نقول فن البحث العلمي إلا تجاوزا، لكن هو الأصل أن البحث العلمي يمشي بقواعد أساسية. وهنا نحن قد نخرق القواعد قليلا، قد نزيد في اتجاه وننقص من اتجاه، قد يعني نستعرض جانب ولا نستعرض كل الجوانب حسب ما يراه الصحفي هنا مناسبا لما يقوم به. إذن التحقيق الصحفي يشرح، يفسر، يبحث في الأسباب والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي تكمن وراء الخبر أو القضية أو المشكلة أو الفكرة أو الظاهرة التي يدور حولها التحقيق. طيب، احنا عارفين أن هناك أهداف إعلامية معلنة معروفة. أول شيء الإخبار، يعني أول شيء في الأمر هو الإخبار، أن نخبر الناس بما يحدث. ثم الهدف الثاني وهو هدف التثقيف أو التفسير، وهذا يعني هدف يختلف نوعا ما عن الإخبار. الإخبار سيكون إخبارا جامدا وهو متعلق بالأخبار. عندما ننتقل إلى رغبة الناس في فهم الموضوع أكثر وأعمق، فهنا ندخل في فكرة التثقيف، وهذا طبعا أدخل معنا المفكرين يعني بخلاف الصحفيين. يعني ايش الان الخبر هو مهنة صحفية خالصة يقوم بها الصحفي مستوفيا شروط الخبر واتكائه على المعلومات، وينتهي الامر عند هذا الحد بصياغة مناسبة تتناسب مع الحجم وتتناسب مع الصياغة الصحفية المعتادة. لكن عندما ندخل الى مجال اخر وهو التثقيف، ادخلنا معنا المفكرين، اما نستشيرهم واما نستجلي ارائهم واما نأخذ منهم معلومات لنعيد نشرها وهكذا، فهنا يدخل هذا المضمار في هذا الأمر، بحيث يمكننا من خلال التثقيف أن نفسر هذه الأحداث أو يعني نبين الأقوال المتنوعة المختلفة في هذا المضمار. وهنا إذن التثقيف قد يكون تثقيفا في إطارات متنوعة كما ذكرنا، اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، وهنا يأتي دور المثقفين والأبحاث وما يشبه ذلك في التي يمكن أن يستعين إما بشكل حي أو مباشر مع هؤلاء المثقفين، أو استجلاء آرائهم من خلال الأشياء التي كتبوها أو بثوها. قد يستخدم أيضا التحقيق هنا وهي نسبة قليلة في فكرة التسلية والترفيه حسب الموضوع الذي نحقق فيه. قد يكون تحقيق يعني أصلا فني، قد يكون تحقيق يعني رياضي أو ما يشبه ذلك، فهو أقرب إلى الترفيه من كونه للتثقيف. لكن في العادة التحقيق هو في الأصل يغلب عليه الأمور الجادة، فإذا جاء استخدم في التسلية والترفيه إذا حقق هدفا آخر ثالثا من أهداف الإعلام، وهو هدف الترفيه. إذن أو التحقيق هو عمل بحثي، لكنه يصاغ في صورة فن صحفي، ولذلك تظهر شخصية الباحث أو الصحفي هنا ورؤيته، فهو يعبر عنها بشكل أساسي، وهذا من الفروق بينه وبين التقرير والخبر. كما أنه ليس شرطا لكي يعبر به الصحفي عن وجهة نظر الصحيفة، يعني هنا قد يكون الصحفي نفسه ينشر شيئا من وجهة نظره هو، ليس من وجهة نظر الصحيفة، وإن كان يجب ألا يتعارض مع سياسات الصحيفة. يعني مرات كثيرة الصحف بتكون لديها من هامش من الحرية أن تسمح لصحفيها بالتعبير عن ما آل إليه التحقيق،
حتى وإن كان مثلا صحيفة رأسمالية، فجاء تحقيق بيكشف عن عيوب مثلا معينة في الرأسمالية الحالية وما يشبه ذلك، أو ممارسات معينة في هذه الرأسمالية، أو إجحاف أو ظلم أو ما يشبه ذلك. فكل هذا إذا سمحت به الصحيفة، هذا من ساعة صدر الصحيفة باعتبارها تخالف سياستها الأساسية. طبعا الصحف الحكومية مثلا، الصحف الحكومية نفسها والمعبرة عن وجهات نظر الحكومة، قد يأتي صحفي داخل نفس المنظومة ويخالف هذا الموضوع، أو يكشف ممارسة معينة تخالف حتى السياسة العامة للدولة أو الصحيفة أو كذا. المهم أنه يعني يمكن من خلال التحقيق أن يخرج الصحفي عن إطار مرسوم له، وإن كان طبعا قد يتحمل نتائج يعني من ذلك. مما يتميز به التحقيق أولا أن تكون فكرته جديدة ومبتكرة، يعني ما يكونش مجرد اجترار لمعلومات سابقة معروفة بالنسبة للناس، لابد أن آتي فيه بجديد ومبتكر. ثانيا أن نعرض الموضوع من الجوانب المختلفة، لو خدناه من جانب واحد بس فليس تحقيقا وإنما سيكون تقريرا، عرض وجهات النظر المختلفة مع أو ضد الموضوع، وهذا أيضا من نفس الاستعراض للجوانب المختلفة. وعادة يتناول التحقيق الصحفي قضية رأي عام تهم قطاعا كبيرا من جمهور القراء، مثلا المرأة المعيلة، أطفال الشوارع، عمل المرأة، تدوير القمامة، نظافة البيئة. خدت بالك اختلفنا في السياقات، يعني أشياء اجتماعية وأشياء مثلا بيئية، تدوير القمامة، نظافة البيئة، أشياء سياسية، المشاركة السياسية في الشباب، تمكين الشباب، تطوير التعليم، مواجهة العنف مثلا، كل هذا يصلح أن تكون مواضيع تحقيقية. هل هناك أهمية للتحقيق؟ أظن أن السؤال لا يحتاج إلى أن يطرح، لأن بلا شك ما دام هو أحد الفنون الصحفية المعتمدة فأكيد هناك فائدة كبيرة طبعا منه، وكما نعلم أنه يبذل فيه جهود كبيرة، وقد يتفرغ له الصحفي فترة طويلة، فبما هو كذلك إذن فله أهمية التحقيق الصحفي من أهم فنون التحرير، وأحد أهم أدوات الصحافة تناولا وبحثا في المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والموضوعات المختلفة ذات الصلة باهتمام الرأي العام. خد بالك، حط يعني خطين تحت فكرة ذات الصلة باهتمامات الرأي العام، وهذا أحد أيضا أوجه اختلافها عن البحث. أنت ممكن البحث العلمي تتناول قضية علمية بحتة تماما ليس لها علاقة بالأحوال الرأي العام في الوقت الحالي، لكن إذا كنت ستكتب تحقيقا فيجب عليك أن تنطلق من اهتمامات الرأي العام. يقوم التحقيق الصحفي بتفسير الأحداث والوقائع وتعليل أسبابها ومسبباتها، بغية التفكير في حلها أو عرض وجهات النظر حولها بحيث تدعمها الحقائق والوثائق والشواهد والأرقام والإحصائيات، مرتفعة به إلى مرتبة البحث والدراسة والتحليل الواقعي المتكامل، حيث يعمل التحقيق الصحفي على تشكيل الرأي العام. إذا تاني مرة بنتكلم على فكرة اعتقاد أو يعني اهتمام الرأي العام، لكن هنا نقطة تشكيل الرأي العام دي نقطة أخرى، يعني يستطيع المحقق الصحفي أن يشارك ويساهم في الموضوع بحيث يزيد ويصقل من وعي الرأي العام، فيساهم بذلك في تشكيل الرأي العام بشكل صحيح، لأنه أحيانا يحدث تزوير للرأي العام أو تضليل للرأي العام، وهذا كله يعني من الخيانة للعمل العلمي والعمل الصحفي. فالأصل في ذلك أنه يحرص على أن يقدم للناس الحقائق التي تساهم في تشكيل وصقل وتوعية هذا الرأي العام.
بحيث عندما نؤثر في الرأي العام ونكشف له الحقائق والتصرفات ونشجع الجمهور على اتخاذ مواقف تجاه هذه التصرفات أيا كانت مسؤولة أو غير مسؤولة. من الأمثلة الواضحة على دور التحقيق الصحفي مشهور جدا اللي هي فكرة ما يسمى بقضية ووترجيت اللي هي أحد الصحفيين المشهورين بوب وودورد عفوا وزميل له كارل شتاين نشروا في صحيفة واشنطن بوست يعني هذا التحقيق الذي اكتشفوا فيه تجسس الحزب الديمقراطي على منافسيه. طبعا احتاج ذلك الى يعني فحص الاماكن ويعني الى نستطيع نقول تتبع الاحداث على الارض حتى اكتشف وجود اجهزه التنصت والتسجيل، وهذا خرج عن اطار انه بيبحث وياتي بالارقام والمعلومات وكذا، لا ده نزل الى الارض، وهنا الفرق الاساسي فيما نسمي بالتحقيق الاستقصائي. التحقيق الاستقصائي سنذكر بعد قليل شيئا مما مميزاته، وهو انه ينزل الى الارض ويحاول ان يكتشف الحقائق بنفسه وليس بمجرد الخبر يعني الذي ياتي او المعلومات التي ربما يتحكم فيها. كيف يكون التحقيق مؤثرا؟ انا بشوف السلايدات كم واحد. يكون التحقيق مؤثرا اذا راعينا اكثر كل او اكثر العوامل التي سنذكرها الان. عشان يكون تحقيق يعني قوي وله قيمته وكذا، اول شيء تستعين بالارقام والاحصائيات والخرائط والرسوم متى امكن ذلك. طبعا نحن نتكلم عن الورق، اذا كنا ننشر هذا التحقيق الكترونيا فهذه الامور اسهل عليك، اسهل تذكرها وتجود فيها وتاتي بالرسومات اكثر وضوحا، و ربما تأتي بفيديو مثلا تستدل من خلاله وهكذا. أن تتعدد العناوين الرئيسية والفرعية بحيث يعني أنت لا تتجاوز مثلا فقرتين كتابيتين اللي هي حوالي 70 كلمة هنا 70 كلمة هنا، إلا وتعطي عنوانا جانبيا ينبه القارئ أكثر أو المتابع أكثر عام تتكلم فيه، لا تترك الكلام كله في يعني سياق واحد، وإنما يجب عليك أن تجزئ أفكارك وتنتقل من فكرة إلى أخرى بشكل منطقي، وتحدد عناوين، هناك عناوين تكون أساسية وهناك عناوين أخرى فرعية وهكذا. يزداد إدراك التحقيق المصور عن غير المصور، لأن الصور تعطيه حيوية. كنا نتكلم عن الصورة باعتبارها في التقرير الذي التحقيق ينزل في مجلة أو في جريدة، فأولى به أن يكون أيضا ليس فقط مجرد صورة، أحيانا يكون فيديو أو مثلا إنفوغراف أو أي شيء من هذا أيضا من إمكانيات الكمبيوتر. أيضا يزداد الإدراك للتحقيق عندما نستخدم الأدلة والشواهد والبراهين التي تؤيد ما نذهب إليه. إذا أنت بتأتي بنتائج يجب عليك أن تأتي بشواهد أو ببراهين لما تتكلم به، ما يبقاش مجرد رأي أنت تطلقه يختلف معك غيره، وإنما تستدل لهذا الرأي على يعني بأدلة وبشواهد. أيضا تعدد المصادر يساعد في الإقناع، إقناع القارئ بالفكرة. يعني إذا أنت بتأتي بموضوع معين، أنت تتكلم عن قضية معينة، فتأتي هنا مثلا بعض المتخصصين في هذه القضية
شخصية مسؤولة مثلا في المجتمع، يعني أقصد إنها يعني رئيس شيء معين أو شخص مسؤول داخل منظومة معينة متعلقة بك. مثلا لو تكلمنا عن التعليم، هنأتي بتحقيق مثلا في قضية التسرب، تسرب الطلاب، أو في قضية مثلا مناسبة المناهج لاحتياجات سوق العمل مثلا، أو أي شيء من هذا في هذا الاتجاه. فهنا نأتي مثلا للحديث إلى مسؤولين في الوزارة، مثلا وزارة التعليم، ربما تكون في المدارس، ربما متخصصين، أستاذ أو باحث أو ما يشبه ذلك، مفكر عام في الموضوع، وأيضا وثائق، هات لي بقى وثائق، هات لي قوانين صدرت، هات أي إحصاءات نزلت إلى غير ذلك مما هو مثلا موجود في ميزانه الهيئة العامة للإحصاء أو أي شيء من هذا. وفكرة معايشة التحقيق للواقع، وأيضا يعمل على إيجاد حلول أو إزالة لبس أو كشف غموض، كل هذا يجعل القارئ يتابعه بشغف ويدركه بيسر. فأنت كلما جئت أحيانا بحلول، عندما أزلت لبسا معينا، عندما اجتهدت في إقناع الناس بشكل معين، كشف الغموض حول قضية معينة، هنا أنت أيضا يعني مثلا أراد أن يكشف أن هناك فساد معين في وزارة. فبدأنا نحن نأتي بالمصادر المتعددة، ويعني نشوف كيف يعني هذا الموضوع بقى كشف مثلا فساد إداري، فساد مالي، كذا، فنأتي متخصصين في هذا. هل يصلح هذا أن يكون دليلا تسأل متخصص على هذا الفساد؟ فتأتي برأي اثنين أو ثلاثة في هذا الاتجاه. إذا أصبحت أنت مستفيد من زخم وقوة وأداء الأشخاص المتخصصين في هذا الاتجاه. تأتي إلى جهة تحقيق مثلا، تستجلي إذا كان في هذا الموضوع مسؤولية قانونية أو ما يشبه ذلك. خد بالك إن أنت لا تورط ليش الشخص المسؤول هنا أو الشخص المحقق أو ما يشبه ذلك في الحديث عن هذه القضية، باعتبارها ربما تتعارض أحيانا مع كشفه لأسرار المهنة أو أسرار الأشخاص المتعرضين للتحقيق. أنت لا تسأله عن تفصيلية الجزئية دي في هذا الوضع، تسأله فقط عن قانونية هذا العمل أيا كان على عمومه، لكن تربط هنا بين الأمرين لاحقا. إلا أن يكون هناك شخص مفكر حر يستطيع يتكلم بأريحية في هذه الأمور، لكن بتكلم على الشخصيات المسؤولة سيتحرج وربما يرفض الحديث عن الموضوع إذا أنت يعني طلبت منه الرأي المباشر في هذه القضية باعتباره شخصية مسؤولة، وهو قد يكون بشكل ما مسؤول يعني أو متورط في هذا القضية. فأنت في النهاية لا تستطيع أن تجره للحديث المباشر عن القضية، إلا أن هناك بعض الشخصيات كأنه اعتراف مثلا يقوم به، لا يعني لا بأس طبعا، وهيزيد قوة أكيد. لكن أنت من المهارة أن تدرك من سيتكلم معك بالوضوح والصراحة، ومن لا يعني الوظيفة تفرض عليه قيودا معينة. فهنا أنت يعني تزيل اللبس بطريقة أخرى، يعني تأتي بقولي ثم تفسر هذا من خلال شخصية أخرى أو من خلال مقارنات أنت تجريها وما يشبه ذلك. يحب القراء كما ذكرنا التحقيقات المصورة التي تعرفه بمعالم الأماكن وعادات الشعوب. وهنا يعني كما ذكرنا عشان يكون تأثير، ممكن أنت تأتي بشيء أقرب إلى الترفيه بأنك تذكر له أماكن معينة. مثلا إحنا دلوقتي في رمضان مثلا، تأتي بتقارير أو تحقيق عن عادات معينة لشعوب مختلفة في هذا في رمضان وما يشبه ذلك. كل هذا يحفز القارئ عامة، إذا ده يكون التحقيق مؤثرا. طيب ما الفرق هنا بين التحقيق والتقرير والخبر؟ وأنا ذكرته منذ قليل وقلنا أن الإيش التحقيق أكثر توسعا، التقرير أقل، والخبر هو المادة الأساسية. إذا التحقيق يتميز بالعمق والتعمق في بحث ودراسة الأبعاد المختلفة للحدث أو القضية، بينما التقرير يكتفي بتقديم صورة سريعة لهذا الحدث
ويقوم بالتركيز عادة على جانب منه. ومن هنا نستنتج أن التقرير الصحفي يقدم تفاصيل أكثر طبعا من الخبر وأقل من التحقيق. التحقيق هو المائدة الكبيرة، التقرير أقل حجما منه واتجاه معين، والأقل شيء هو الخبر كما ذكرنا، وبينهما تفسير الأخبار التي هي يعني حالة وسط بين التقرير وبين الخبر. التحقيق أيضا يهدف إلى إقناع القارئ بالرأي الذي يطرحه، واحنا بنقول إن هو يعني مش بس مجرد قارئ، بل هو يسعى دائما إلى التأثير في الرأي العام عموما، بحيث يهدف إلى كسب الرأي العام لصالح القضية التي يطرحها بالتوعية من خطرها مثلا، أو بالموافقة على الحلول التي يعرضها التحقيق. بينما التقرير ينحصر هدفه في إثارة القارئ ليتابع الموضوع عبر تقديم المعلومات والتفاصيل الصغيرة، وفي بعض الأحيان يكون الهدف من التقرير مجرد تسلية القارئ وإمتاعه بالمعلومات الغريبة. إذن الفرق من كبير بين التقرير والتحقيق، التحقيق يستهدف دائما الرأي العام والتأثير في الرأي العام، والتقرير فقط بيعرض المعلومات حول القضية. أيضا من الفروق بين التحقيق والتقرير والخبر، التحقيق يتناول قضية أو مشكلة، إنما التقرير يتناول خبر أو موضوع. مفهوم قضية حاجة متعددة، حاجة كبيرة، موضوع كبير يحتاج إلى تفاصيل مختلفة متنوعة. التقرير لا، بياخد زاوية معينة أو اتجاه معين، أو الموضوع لا يستاهل أبدا لهذا التفصيل الزايد، فهنا نلجأ إلى التقرير. التحقيق الصحفي يستحسن أن يكتب بأسلوب بسيط مفهوم لكنه عميق، لأن هدفه هو أن يقنع القارئ ما دمنا. وبالمناسبة هذه دائما سمة أساسية في الكتابة الصحفية، أنها مختصرة دقيقة لكنها بسيطة، لغتها مفهومة غير متقعرة وما يشبه هذا. فقد يحتاج إلى مساندة تتمثل بالرجوع إلى الدراسات أو الرسوم الإضاحية والأرقام والإحصائيات، بينما التقرير لا يصلح له إلا الأسلوب البسيط الواضح والجمل القصيرة المترابطة والتي تحوي أكبر كم من المعلومات والحقائق وبأقل قدر ممكن من الكلمات. وبالتالي فهو لا يعتني بالدراسات والبيانات والإحصائيات والرسوم والمخططات وهكذا، يعني ليست هذه ليست عادة التقرير، وإنما هذه من سمات التحقيق. أيضا التحقيق الصحفي يحيط بالموضوع الذي يتحدث عنه من كافة الزوايا، دي نقطة أخرى، إن هو متوسع وإنه كبير، ولذلك بيتناول بقى الموضوع من زوايا متنوعة، الاجتماعية مثلا والاقتصادية والسياسية والدينية والفكرية، بينما التقرير يعتمد على زاوية أو زاويتين من هذه الزوايا بحيث يركز عليها دون أن يتطرق لباقي الجوانب. يعني نقول مثلا أن نقصان المواد الأساسية الأولية مثلا تسببت في مشكلة اقتصادية لدى العوائل باعتبار أنها يعني يستدعي ذلك مزيد من الإنفاق في هذه المواد الأولية مثلا، وهذا ينعكس اجتماعيا كذا كذا كذا. فاحنا تناولنا فكرة الموضوع باعتبار أنه هو يؤثر، أنه بسبب التأثير الاقتصادي سيحدث تأثير اجتماعي، لكن بقى لو جبناه بقى وتوسعنا في الموضوع كيف سيكون تأثيره سياسيا واجتماعيا ودينيا وإلى ذلك بيئيا، كل هذا يعني يحسن أن يتناول في تحقيق وليس تقرير. هذا الفروق بينهم. طب إيه الاتفاقات؟ نعم، الاتفاقات هنا كما ذكرناها 5 نقاط. أول شيء أنهما يشتملان على فنون صحفية أخرى كالخبر والتعليق والصور، يعني التقرير والتحقيق كلاهما بنأخذ أشياء أخرى. تعليق مثلا ده فكر، التعليق فكر، فأنا أعلق نعم، وأنا يعني أستعين بصور نعم، أستعين بأخبار نعم، هذا يحدث هنا وهناك، يبقى ده متفقان في هذا الموضوع، لكن التحقيق أكثر توسعا في هذا الأمر. أنهما يكتفيان بالإجابة عن السؤال السادس فقط، وهو لماذا حدث هذا الأصل. ولكن زي ما ذكرنا أن هنا ننطلق من التحقيق
لتوعية الرأي العام وكسب الرأي العام، بينما فقط يكتفي التقرير بالشرح لماذا حدث هذا دون أن يستهدف من ذلك تأثيرا في الرأي العام، لأن الموضوع في النهاية يكون أبسط من أن يحتاج لهذا. يكشفان عن شخصية كاتبهما، يعني ذلك التحقيق ولا التقرير بيكتب كتب فلان كذا كذا كذا، فهو أيضا بالإضافة لما يكتبه هو من آراء وتحليلات تنسب إليه أيضا، وهذا يختلف عن الخبر الذي لا يعني ينسب للشخص باعتباره رأيا. أنهما ليس مطالبين بالتعبير عن سياسة الجريدة، ولا يعني ذلك أنهما يتعارضان معها، هذا أيضا مما هو نقاط الاتفاق بين التقرير والتحقيق. يرسمان صورا واقعية للحياة وللمجتمع، أيضا لما تقرأ التقارير تقرأ التحقيقات في المكان في المجتمع ستجد صورة معينة تكونت عن هذا المجتمع من ناحية الثقافة، من ناحية الاهتمام الديني، من ناحية التفلت الديني، أي شيء أنت تكون فكرة إذا قرأت في التحقيق والتقرير عن ذلك المجتمع الذي تبث في هذه المواضيع. هذه أسئلة من باب الاطلاع وتعرفوا كيف ممكن يعني تأتي أسئلة في هذا المضمار. في أي تفاعلات أو تساؤلات؟ حضور؟ أسأل إذا كان هناك أي تعليقات أو أسئلة فيما هو سبق حتى نبدأ في العنوان التالي. إذا كان هناك أي تعليقات يتفضل الزملاء المتابعين بذكرها. طيب، أدخل في العنوان التالي وهو أساليب التحقيق الصحفي. إذن كما ذكرنا، التحقيق هو أحد أهم فنون الصحافة، يجمع بين عدد من الفنون التحريرية في آن واحد، حيث يجمع بين الخبر والحديث والرأي، وهو من أصعب الفنون التحريرية، إذ يتطلب مقدرة وكفاءة عالية من المحرر، ولذلك يعد المحقق أو الصحفي بقسم التحقيقات من أهم الصحفيين في الجريدة. وحتى يكون الصحفي في هذا القسم لابد أن يكون صاحب خبرة ومراس في مجال الصحافة، بحيث يكون تعلم وعارف كيف يحصل على الخبر، كيف يجري الحوار واللقاء الصحفي، كيف يفسر أو يعلق على ما يقال من آراء، كيف يوازن بينها، يقدم في النهاية تحقيقا صحفيا ويفسر الواقعة أو الحادثة أو قضية موضع التحقيق. إذن عشان نتكلم عن أساليب التحقيق، دعونا نفهم ما هي مصادر التحقيق، يعني أنا من أين يمكن أن أستقل الفكرة الأساسية لهذا التحقيق. أولا، أنت كمحرر تلتقط التحقيقات من مصادر مختلفة، مثلا ما تقدمه وسائل الإعلام أنت تراه يحتاج إلى مزيد من التفصيل أكثر، الصحافة، الراديو، الإذاعة، التلفزيون تبث مواد، وقد حتى تكون الإعلانات تحيل لك بمصدر فكرة أو تحقيق، لما تجد إعلانات كلها يعني ترفيهية بشكل زائد، أو أحيانا إعلانات يعني تقشفية أيضا بشكل زائد أو ما يشبه ذلك، هذا يوحي لك بهذه الفكرة. إذن مصدر التحقيق الأول ما تقدمه الوسائل المختلفة، لكن انتبه أنت لا تكرر ما يقوله الآخرون، وإنما أنت تأتي بالفكرة التي هي أوحت إليك بالتقرير، بالتحقيق، حتى التقرير يعني يصلح، لكن أنت لا تكرر ببغاء يعني على ما يقوله الآخرون، وإلا فما فائدة هذا التحقيق الذي ستقوم به، إنما فقط تلتقط الفكرة. أنا قلت لك الإعلانات قد تجد هناك إعلانات مترفة جدا كثيرة جدا، مثلا إعلانات
عن يعني كثيرة جدا عن مثلا بنايات، بيع بنايات، بيع مثلا شقق، بيع أشياء مشابهة، فلما تجدها أصبحت ظاهرة أنت تأتي لك بهذه الفكرة يعني عن هذه الأماكن، هل تبيع وهل لا تبيع، ومن نوعية المشترين، ومن يعني ماذا يفعلون، ومن أين يأتون بهذه الأموال الطائلة أو كذا. فهذا كله أوحاه إليك إعلان، تكرار إعلان معين أوحى لك بهذه الفكرة. فإذا أنت لمتابعتك أصلا شؤون الحياة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، قد يوحي لك خبر بتحقيق، قد يوحي لك برنامج بتحقيق، قد توحي لك مقالة بالتحقيق وما يشبه هذا. أيضا أنت عين الصحفي اللاقطة التي هو يمشي، يعني هو يمشي في الطريق فيلتقط أشياء ربما تغيب عن غيره، فعينه هو مشاهداته وتجاربه وخبراته كلها، سواء في البيئة المحلية، سواء في رحلة قام بها، أو أي قطاع أو يعمل معهم مثلا، لأن يعني هناك مثلا بعض الزملاء هو متخصص مثلا في وزارة معينة، فهو أثناء عمله يرصد تغيرات داخل الوزارة، يرصد التصريحات المختلفة للوزارة، يرصد السياسات المتنوعة في هذه الوزارة أو ما يشبه هذا في قطاعات مختلفة كبيرة التأثير في المجتمع. فهو وجوده وخبرته في هذا المجال أوحت له بتقارير أو بتحقيقات يقوم بها. فكرة المناسبات والأعياد والاحتفالات المختلفة، واحد شايف مثلا إن هو بيبقى في شيء بروتوكوليات معينة بيحاول إن هو يجليها أكثر، يوضحها أكثر، كل هذا يعني أيضا من مصادر تحقيقه، التي المصادر تستقي منها التحقيق. هو شايف مثلا في العيد مثلا مقبل، والعيد له وضع معين في البلد مع ظروف اقتصادية مع ظروف كذا، كيف سيتمكن الناس من أداء يعني العيد بشكل مناسب الآن في ظل كورونا مثلا، رمضان، وما يكون فيه من أحداث مثلا صلوات التراويح وكذا، قد يأتي واحد قبل رمضان ويستجلي التوجهات الحكومية، هل سيسمح بالتراويح ويجوز، فأصبح هذا تحقيقا لا بأس به في هذا الاتجاه. أيضا من مصادر التحقيق الصحفي التي ربما لا يلجأ إليها كثيرا لكنها مهمة، فكرة القصص الإنسانية والحالات الغريبة والشذائية، يعني تعرفون مثلا عند اللاجئين مثلا أحداث كثيرة جدا وأحوال مختلفة، الله يعين الجميع يعني. فهناك قصص طبعا إنسانية تكشف من خلالها أشياء متنوعة، التعليم وكيف الأوضاع التعليمية لدى اللاجئين، الفقراء مثلا وأحوالهم المعيشية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية مثلا، وهكذا. الأشياء الغريبة أو الشاذة هي أيضا جزء آخر يعني يمكنك أن ترصده، ولو حتى في تحقيق علمي عن أشياء غريبة تحدث مثلا أو شاذة في أي شيء، طفرات البيئية، طفرات الميكروبية أو حاجة زي كده. الدراسات والأبحاث والتقارير والنشرات والوثائق المختلفة أيضا مصدر من مصادر الإيش؟ التحقيق الصحفي. أنت الآن بتقرأ في بحث فوجدته يتناول موضوع معين أنت تراه يمكن أن يكون يعني مجالا للتحقيق الصحفي، وإحنا قلنا دايما فرق كبير بين الأبحاث التحقيق، باعتبار ان البحث متوسع جدا ويتكئ على معلومات وتحليلات واراء وكذا، وقد ده يعني يسمح بذلك داخل الصحيفه والاسلوب العلمي الرصين الشديد الدقه وكذا، يحتاج الى يعني تحويله الى اسلوب اخر يعني اكثر تفهما وثقافه ومتناسبا مع لغه الصحافه. فهذا كله ايضا مصدر من مصادر هذا التحقيق الصحفي الذي يستفيد منه الصحفي. وإذا بصفة عامة إنك كمحرر ومحرر تحقيقات صحفية نشيط يمكنك أن تحصل على الأفكار الموضوعات من كل ما تقع عليه عينك، وأفضل التحقيقات الصحفية هو ما كان متصلا بهموم وقضايا الناس ومشكلاتهم. وبالمناسبة خذها قاعدة، تكتب مقالة يعني تأصيلية ولا تأتي ببحث
يعني تأصيلي قد يعيش زمن، لكن إقبال الناس عليه بشكل أساسي يعني يكون أكثر في القضايا الآنية. ولذلك احنا لما ذكرنا جودة العمل الصحفي ذكرنا منها فكرة الآنية، أو ليش الحدث جديد بالنسبة للناس ومفيد أيضا لأكبر عدد ممكن منهم. فكلما كانت يعني الأشياء أو التحقيقات التي نقوم بها تكون مرتبطة بأحوال الناس ومشاكلهم وهمومهم، هذا يعني أكيد سيكون مصدر جيد من ناحية أو جذب من ناحية أخرى. أيضا فكرة، أو ننتقل إلى موضوع آخر فيما يتعلق بإيش في التقرير، نقول وظائف التحقيق، عفوا التحقيق، وظائف التحقيق الصحفي. إحنا بنعمل إيه بالتحقيق؟ يعني إحنا أصلا عملناه لأي سبب؟ أول شيء وظيفة الإعلام برضو مازال مشتركا مع الخبر. الخبر هو الأصل أنه يعلم، فنحن هنا أيضا نعلم، لكن أحيانا بنعلم بشكل أكثر توسعا فيما هو مثلا معلومات مختلفة متنوعة. الخبر في الغالب يتكلم عن معلومة واحدة بشكل أساسي. التحقيق يأتي بعدة معلومات، مفهوم، ينطلق أيضا ينشر عدة حقائق، مش حقيقة واحدة، عدة حقائق، فهو أيضا حقق وظيفة الإعلام. وظيفة التفسير، احنا برضو بنقول إن الأخبار عندنا أول شيء خبر في بنيته الأساسية، ثم نحتاج إلى مزيد منه، فنأتي بالتفسير هنا. وبالطبع التفسير في التحقيق لصيق جدا بالتحقيق، باعتبار إنك لن تكتفي في التحقيق بمجرد ذكر المعلومات، وإنما يجب عليك أن تفسرها وأن توجهها وأن تشرحها وهكذا، تكشف عن أبعادها المختلفة. وظيفة التوجيه والإرشاد، وإحنا قلنا دائما ارتباط التحقيق هنا بالتأثير في الرأي العام، وما دام بهذه الطريقة فهو يوجه ويرشد، هو يعني يأخذ على عاتقه توعية الرأي العام. فكرة التسلية والإمتاع، بحيث يركز التحقيق أحيانا على الجوانب الطريفة المسلية في الحياة، وإن كان طبعا يغلب عليه الأحوال الجادة. وظيفة الإعلان، أحيانا إذا أشاد بمشروع معين فهذا أيضا نوع من الإعلان عنه، قد يكون هذا عرضا، إذا كان عرضا لا بأس، يعني هو ممكن الإعلان عن شيء مثلا مشروع، شيء حكومي مثلا دولة بتقوم به، أو فكرة تقوم بها مؤسسة غير حكومية، أنت ببيانك لها وتحقيقك حولها ستجلي هذا الموضوع وستعلن عنه أو ستعمل دعاية له، وهذا كله متاح إذا كان الأمر في إطار مهنية الأمر اللي موضوعيته وصدقيته وكذا. لكن إذا كان الموضوع كما يقال مجرد إعلان بحت ويستخدم التحقيق، يسمى هذا تحقيق إعلاني، تحقيق إعلاني، وحتى لو بيبقى له زاوية معينة وله حتى إشارة معينة في الأعمدة إن هو ده هو تحقيق مدفوع الأجر، إن الشركة المعينة دي كأنها بتأتي بأسلوب التحقيق للإعلان عن ما تقوم به بشكل مباشر، لكن يعني باستخدام التحقيق أو آلية التحقيق. أنواع التحقيق الصحفي، هناك نوعان رئيسيان للتحقيق الصحفي. أولا تحقيق صحفي مفصل، أساس هذا النوع إن الكلمة مكتوبة وبنساعدها بالمواد المصورة سواء رسوم أو أشكال توضيحية. يعتمد أنت كمحرر، تعتمد في تحقيقك على المصادر الحية من خلال اللقاءات مع الشخصيات المرتبطين مباشرة بالقضية أو
المسؤولين أو جمهور من المهتمين والباحثين والدارسين، كل هذا تعتمد على المصادر هذه التي حية أو هي مصادر أخرى غير حية في البحوث وما يشبه هذا، ووثائق وبيانات وإحصاءات وكذا. فهنا أنت تستطلع الآراء وتستطلع المعلومات وتوائم بينها لتخرج هذا التحقيق المفصل. هذا الموضوع إذن يأتي في الفكرة من جميع جوانبها ويغطي كل عناصرها، فيقدم الخلفية عن الموضوع أولا، ثم يطرح الأسئلة المتعلقة به، ثم يحاول الحصول على بيانات وإجابات حتى يصل في النهاية إلى أي شيء من النتائج. فهذه يعني تكون تحقيقات موضوعية، يعني اعتنت بالموضوع وبشكل منطقي. لكن هناك أيضا نوع آخر اللي هو الصحفي المصور، اللي الأصل فيه هو الاعتماد على الصور، وهذا بيصلح مرات كثيرة في الأمور العلمية والأمور مثلا إثباتات معينة لشيء يحدث. يعني كمثال مثلا، دخل صحفي إلى، استطاع أن يدخل إلى أو الكاميرا إلى مثلا مراكز احتجاز مثلا اللاجئين، والتقط الصور من الواقع للإساءة التي تحدث له أو للإحسان الذي يحدث له. التقط هذه الصور وأما بينها رابط بينها بمجموعة من الجمل، أصبح عنده تقرير، لكن تحقيق هنا صحفي ومصور. يعني استخدم الصورة هي بالأصل فيها. وكما تعرفون أن هذا قد يكون تحقيقا مصورا بالفيديو، وهنا كما ذكرنا وأشرنا في المرة في بداية الكلام أن التحقيق المصور يعني فيديو هو أكثر ارتباطا بما سميناه الفيلم الوثائقي، حتى لو فيلم وقته قصير قد يكون هذا أيضا من أنواع التحقيق الصحفي المصور. لكن نقصد هنا الذي ينشر على الجرائد، فيكون احتياج الموضوع إلى الصور أكثر من احتياجه إلى الكلام، فهنا نلجأ إلى التحقيق المصور، وهو طبعا بيكون فيه جذب أكبر من مجرد القراءة البحتة التي دائما كما ذكرنا ضع عناوين جانبية، ضع صور أخرى، ضع مكملات حتى تكسر حاجز الملل الذي عند القارئ عندما يجد كل هذا السرد الزائد. النوعين دول اللي احنا ذكرناهم اللي هو النوع الصحفي المكتوب والمصور، يندرج تحتهم أنواع أخرى يعني فرعية كما يقال. النوع الفرعي يعني ينطبق هذا على الصحفي المصور، وينطبق أيضا على الصحفي التحقيق الصحفي المكتوب. مثلا إيه هي الأنواع الأخرى الداخلية اللي هي مثلا تحقيق الخلفية، عندما نحتاج إلى شرح وتحليل الأحداث وكشف عن أبعادها ودلالاتها، فهو تحقيق يبحث عما وراء الخبر. يعني أنا الآن بشوف حدث معين وأحاول أن أنا أفسره، وأحاول أن أعرف ما هي الدلالات وراء هذا الخبر، حدث معين أيا كان. وإحنا قلنا دايما نحن نشغل إما بظاهرة وإما بقضية وإما بمشكلة، وهكذا دائما اهتمام التحقيق. فعندما أنظر إلى الحدث هذا وأبدأ أجمع التحليلات المتعلقة به وأحقق عما وراء هذا الخبر وما سيحدث بعد ذلك، فهذا أيضا إيه من أنواع ما نسميه التحقيق الخلفية، وهو منطبق على التحقيق المكتوب أو التحقيق المصور. التحقيق البحث والتحري أقرب لرجل مباحث يتولى المسؤولية في فك ألغاز ويبحث عن أسرار. يبقى إذا الموضوع إما أن يكون سرا أنت تجليه فيبقى ده تحقيق بحث وتحري، وإما أن يكون شيئا فيه يعني لبس أو غموض لكنه معلن
ومعلن لكن الناس مش فاهمها كويس، فأنت هنا تحقق بحيث تجلي ما وراء الخبر أو تشرح هذا بشكل أكثر وضوح. أيضا تحقيق الاستعلام، يحقق يعني هذا التحقيق يشكل الرأي العام إلى حد كبير، حيث يهتم بجمع التفاصيل المتعلقة بقضية ما تهم الناس ويلقي الضوء عليها من جميع جوانبها. مثلا نسأل يعني هل الانتخابات هذه المقبلة سيقبل عليها الناس أو لا، هل مثلا سننتخبون الجهة الفلانية أو لا، هكذا. فأنت تستعلم من الناس أو تستعلم من شخصيات مسؤولة مثلا عن ما وراء الأحداث التي هم انشغلوا بها أو أحدثوها أو تكلموا عنها أو قرارات معينة ينوون اتخاذها، فأنت تستعلم. إذا الاستعلام هنا في الغالب، في الغالب إما عن شيء حدث أو عن شيء مستقبلي. يبقى الخلفية إحنا بنفسر، بنحاول نفكر عما وراء الخبر اللي حصل بالفعل. الاستعلام قد يستدعي شيء من المستقبل، البحث والتحري عن أشياء غامضة غامضة أنت تجليها. التوقع حاجة بقى بتكلم عن أشياء بنوصفها، وقائع حدثت وتوقع ماذا ستحدث بعد كده، كيف حدثت كيف وقعت لكن كيف تطورت كيف ستؤدي إلى نتائج أخرى خاصة في المستقبل. توقع توقع. أيضا من أنواع التحقيقات هي تحقيق الهروب، يعني عمالين الناس نتكلم عن أشياء بنخرج بها عن الإطار الأحداث الحالية كنوع من الهروب عن الأحداث بشيء آخر يشغل الرأي العام، وهذا نوع من الأقرب إلى الخيانة، يعني بحيث نبعد عن المشاكل اليومية. قد يهرب به الشخص من واقع هو أليم بالنسبة له، ممكن في الحالة دي أنا أهيئ له شيء، لكن لا أريد أن أخدره وتخديره، وإنما أرسم له صورا أخرى في اتجاهات أخرى. يمكنني أن أستفيد من فكرة الهروب هنا الهروب إلى الأمام، يعني هروب لتغيير الواقع والتغلب على المشكلات، ولكن الهروب قد يستخدم في شكل آخر، وهو أني مثلا أشغل الناس عن قرارات أساءت إليهم لأني أتكلم عن مواضيع فنية، أو أن مش عارف فلان الفلاني حصل له مشكلة فلانية وعمل حادثة مثلا وكذا، وأعد أتكلم عن هذا وحصلت قريبا مش عارف مذيع مشهور عمل حادثة والناس بقى نزلت وصورت وجابوا السيارة الفارية التي يعني حصل الحادثة بها، وهكذا يبدأ الناس على طريقة شغل الرأي العام بصورة أخرى الهروب من واقع معين أو من قرارات معينة أو من مشكلات قائمة في الدولة. سنأخذ يعني بريك 10 دقائق حتى ندخل في إعداد وتنفيذ التحقيق الصحفي، هذا الجزء الثاني من المحاضرة. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، وإذا كان هناك أسئلة توالون أيضا بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.